اهلا بكم. هو لوكيشن جديد من محافظه كربلاء، لكن هذا لوكيشن استثنائي حقيقه. الان الساعه الواحده ليلا او الساعه الواحده بعد منتصف الليل حقيقه، ونحن نتجول وسط مدينه كربلاء. شاهدنا حاله حقيقه نادره ولاول مره نشاهدها في كربلاء، امراه كبيره بالسن او ام، اكيد هذه المراه لديها اولاد، يعني شاهدناها مرميه على حافة الرصيف أو وسط الرصيف. يعني هذه الأم حقيقة حسب ما فهمنا من بعض عناصر الشرطة أنه هذه الأم أنه جاء ثلاثة شبان حقيقة وهم أولادها حسب ما قال أحد العناصر الأمنية، وقاموا برميها وسط الشارع، وبقيت هذه الأم وسط الشارع منذ ثلاثة أيام أو أربعة أيام حقيقة. يعني كما تشاهدون، يعني يا ريت زميل المصور يركز لي على الصورة، المرأة كبيرة بالسن، المرأة جاء بها أولادها وقاموا برميها وسط الشارع، وها هي الآن نحاول التواصل مع يعني الشرطة المجتمعية لإنقاذ هذه المرأة. حقيقة لا أستطيع التحدث زميلي مازن، لا أستطيع التحدث مع هذه المرأة كونها كبيرة بالسن والآن نائمة، أو لا أعلم حقيقة ماذا يجري لهذه المرأة، ربما مريضة وفاقدة للوعي حقيقة. راح أسأل مواطنين شنو هاي الظاهرة اللي موجودة بمحافظة كربلاء. السلام عليكم. سلام حبيبي. أنت كمواطن منا، نعم، شنو هاي الظاهرة؟ شفت همتوا منها صحيح؟ أولادها ذاب بيها؟ يعني حقيقة حسب ما سمعنا أن عائلتها ذبوها بالشارع، بس بالتالي شفت المنظر هسه أترك من رماها بالشارع. من كربلاء هي؟ حقيقة ما نعرف من كربلاء، أكيد مو من كربلاء، أكيد هي بالتالي إنسان، ما أعتقد هسه سواء كان من كربلاء من بغداد من البصرة، بالتالي هذا بشر إنسان. بس أنت أترك الموضوع، شوف هذا المنظر، يعني اليوم مرأة مسنة بالسن عجوز يعني تفترش الأرض بهذه الطريقة، يعني حقيقة شو أريد أقول لك، يعني منظر مؤلم جدا، منظر جدا مؤلم. اليوم يعني منظمات حقوق الإنسان يجب أن يكون لها دور كبير، الحكومة أيضا يجب أن يكون لها دور كبير، بالتالي هذا نتيجة يعني الأوضاع اللي يمر بها العراق، هذا التفكك الأسري، هذا يعني كثير من الأوضاع هي مسببة لمثل هذا المنظر، هي تدل على هذا المنظر. شو تقول يعني؟ أيضا لدي متحدث آخر. السلام عليكم. عليكم السلام. شنو هذه الظاهرة وهذه المرأة؟ شفتها همت صحيح أولادها؟ احنا ما نعرف، أنا دائما احنا ما نعرف، راح نتحول من إعلاميين إلى ناشطين في حقوق الإنسان. يعني الناس دزوا لنا رسالة، أحد الأخوة دز لي رسالة قال لي خطية مرة كبيرة بالسن وذابيها يعني ولدها أو ذويها، ما نعرف شنو التفاصيل. طبعا هاي الحالات تتكرر، المشكلة تتكرر في مدينة كربلاء باعتبارها مدينة مقدسة، مجتمع قبلي يتمتع بقيم وأخلاق وعادات، ولكن هذه الصورة هي خير دليل أنه مهما كانت أنه أجل الله السامع والمشاهد، حتى لو كان حيوان مو بهاي الطريقة، شوف شوف الصورة المأساوية، يعني يعني بالتالي هاي كانت أم، والرسول وصى بالأم والقرآن وصى بالأم ورب العزة والجلالة وصى بالأم، بالتالي الأم هيك يصير بيها. يعني للأسف المجتمع العراقي بدأ ينسلخ من كل قيمه وكل أخلاقه. يعني أنا أسأل يعني منظمات أهم شيء يسوي منظمات المجتمع المدني، ولكن الأسر العراقية يعني بدأت تتفكك، العادات والقيم بدأت تتفكك، وبالتالي هاي يعني هاي مو اول مره. العام هم صورنا مره جوا الجسر، انا بس اسال انه انت من سويت هاي شنو راح تقول لرب العالمين اذا كانت امك او اذا كانت اختك او اذا كان ابوك؟ نعم مازن، مثل ما استمعت لحديث الاخوه المتحدثين انه هذه المراه رميت في الشارع، حقيقه المنظر مؤلم، يعني لا استطيع التعبير عن هذا المنظر. أم عراقية، أم مسنة، أم كبيرة ترمى بهذا الشكل وسط الشارع من قبل أبنائها حسب ما قال لنا أحد العناصر الأمنية الموجودين، يعني الموجودين بالقرب منها، يعني منذ الصباح ولغاية الآن الساعة الواحدة نحن نتحرى ونسأل ما قصة هذه المرأة. يعني أحد العناصر الأمنية قال لنا أن أولادها قاموا برميها وسط الشارع.